بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشرك وكيل وبغل وطني سديداد كمدا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الصوم أو الصيام بين كسو جري، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حباب هي فضل السحور هراب الشدة، أما إلا السحور تفضل قيمة شريعة كل هاي وتأكيد استحبابه سنة نبت كيسين لحوتيو، واستحباب التأخير ديب إن لورد كان لتشعلي هاي سحورته، وتعجيل الفطر أفرتان كان إلا ددتشيو ومرك قرحت العذاب درب الله أفره. إمامك وحكسها الله وصو الشيغي أحاديثي تسيسي سبب وجوب رمضان، سبب كا وكو واجبو رمضان إلا الصوم وأهيد رؤية دي بشي لأركو أما تراضي لبوحشو كدبنا وحوسو قدبي أركانتي صومك نيدي إيو الإمساك عن المفطرات. هذا وحكاها الله يا سنن كي رمضان كقيبة كمدو كها الله يا وينك سوى شيقني رمضان كسبب الوجود بولاي هاي أركان بولاي هاي شرائط الصحيح بولاي هاي سنن بولاي هاي فضائل بولاي فضائش قيبة كمدا وكسوها الله كدبنا سبب الوجوب كي كدبنا أركانتي يوجد بي أيضا سيدة تهيادنا ترتيب كي حسي غاي شرعي غاب كتاب كوودا مسلم سيدة الصوم مكلا سومي ميشو قبل اللوضة إلى نمات كي سيبو ترتيب كاسو كسعودا ومركو رابا كاسو هاللي أو قبل اللاوي صوم إنو كواجب أركتي أما كواجب ترالا نما يستري حوت المامي وحديثة كيانا بشو لسومي أما لا دمائنا إن لباطن يسأل أي كود أمان كرتو صدنا نقوم كرتو أما شعبان هن نقوتو أما رمضان هن نقوتو قاب كاسو أقصو هاللي كدبنا وحكسو هاللي وشيء أحاديث تسيسي كلساري سي أقتا نبتا يصادق هذا أي مدة أن نبتا هين يزونكم كحناي هبين كنتو كوجي هاي يمان الحلو باللوضو رمضان باللابان أيو صون كيسو يمان كيسي وهذا أحاديث ذكرنا. هذا وحكاه الله يا مركو الله بذاك الله ساري سحورت ما شيء دع لهيت بهدرك الله يا وحط المام دون السحورت هي أذان كصلاة الضمبة أذان كضمبة صادو أي لقوك قالوا محاول دحيني ساس وصعدا ترتيبك بيش أركتي ذي دي إلى الله أفر أيه يهدي الله أفر وحلا سمين لابو ترتيبنا يا مسلم رحمة الله تعالى عليه. سحورت إن السنة هاي وخير بدن تاي ومسألة إجماع إن لا سحورته وإنت مالك اللبال لسومن لا سحورته وهبينك وحون لحونه إن السنة هي ومسألة إجماع إجماع عسى وحاسو جوري من منذر وحاكلو سو جور شيء من قدام أبو محمد في المغني وحاكور شنووي جماعة من أهل العلم الجورية إن واجب تاي وحقبا مجرى هدو شرنا وخلاف آن معتبر أهي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير السلمي عن عبد العزيز بن سهيل البصري البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزيد بن حرب عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة يعني بن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب البناني أو البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا مسلمين السحور تهرابت أنت إذا نسبين كهر وحون عنا بيلك بدن الله كرديه فإن في السحور سحور توحك جرسينك إن لقدو إن لقرن بباللبض والآخر واحد بنا ملها فإن في السحور أو في السحور سحورت إن للي ما بركة 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 كجرت فإن في السحور بركة سحورت بركة إلي هذا سحورت سين كادي لقوده وفلكي إيو هرابة شدي هوشة الثمانية سودا دا إيدا هذا سين كإن لقربانا ووحي اللعون إيه ما يتصحر به الراشين كأما باتك يعودك أه. إذن سحورت بركة إلي هذا هايو لو بركة كجرت منه وامد آخر دا أجري ثوابا لقيه إليه نبي قال لغو راعي ودينتين قيب كميدا كل رقن كاسي لا إماشاس
أدولا إيمانيس الله رسول كسبا كفري كونا أمانة كونا ياري أي أجر لقاسين أي بركة خير يا ثواب كتيرة دنك كلا أود بتكه ليس أيو روح مسلم كمرق سحرت حوو النشاط يا فهمه يا صنك مالك آذ ودبن يا صو سيف عن قرآن كوا آخرستا هدو صلاة الليل يا صلاة كرسونا نتكان هيا نسيف عن آخر يوم ديرية خشوع سون سلمين وكي باهدو آذ كوا هيس وحبلا بس بدلي صلاة دير يا قرآن بدل ما آخرية كرتيد خشوع دباكات تجيس دلقات كيرانا يا وليس بدل بالله كل ميسا سحرت مركة تقوية يحوجين يا كلمة كتير حق عافمات كي أود ابن آدمك حق آخرنا أجر ثواب كتير ساسي مركب بركة ذيذو أي تهاي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن موسى ابن علي بن رباح البصري علي وعلم أنك به عن أبي أبي علي بن رباح عن أبي قيس مولى عم نعاس عبد الرحمن ثابت ما مقع سلا إلى هذا عن عم نعاس السهم رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فصل ما بين صيامنا صوم كنجة هي صوم قالوا كتكل بحيس يوحك على صعو حاوي أكلة السحر سحور طلعنه فصل هنا تمييز بالجواده فصل ما بين صيامنا صوم كيوحود حية هي وصيام أهل الكتاب أهل الكتاب كصوم كتاب كذا لقاه له وأكو خرمي التوردي إنجيل بكاء بالمري إجالوبي صون محرف أن طرق ذي أنبياء أن كسعون لا إيمان يبى لقها الله يه فصل ما بين صيامنا أي تمييز ما بين صيامنا صوم كنا جا إيو صوم قال الكتاب وح كلا السوعي كلا كلا الدوية وحوي أكلة السحر عنتان كسحور تسحور طلع عن الأكل هنا واحد مصدر مرة دي جرتين هل مر هل فردي وح لقوا عن أكل اللي هذا أما الراشين بدن عن أما الراشين يرعن علف بدن يعود يركضون بها هذه هل فدي واحد كل عن تأكل اللي هذا هدي همزة اللي جذو أكل اللي هذا أنا واللق ماذا أفجلسك أفك واحد جلس يا أكل اللي هذا أما أكله وهل فدي وح لقوا عنه أما هي راضو أما هبضنا لك القادم هاي أكلة السحر سيدا سوي سحور طول عنه اللي سحر المبلا الله بقول لما سحورته أيا صون كنجا أيا صون كأهل كتاب كلا صوعة أو كلا بحشة إذا هلك وحكو ترتا حكمة اللوتش ذي السحور تان نبي كتصاية مع السحور تلوتش ذي أو مسلمين الله فري أو لغو عربي وحال كلا صار يا صون كمسلمين تيو صون كيهودي النصارى خاصة النصارى النصارى دوي صومان صون مال ماء أما مال أما هل مال لكن عن سحور لهي ما سحور تا هبين كنا ويسكيل لنا الراشين كمان كنا سيدوكل هسا آتي وحقونا كصومان روتي إشاها كما سوما هيا روتي إشاها إيو بوشادة إيو مستقدي كما سوما هيا وحي كصومان هلبها إي سريدها كلي وصون مركا عيار اسكا أوي مركا أيوه سيدا آتي آتنا حكولي ما سحورنا قوليها مركا لقاها الله أيوه وأهل كتاب كم مذمومين تاها ديمه دي التحريفيه إلا خلافه لقال لي حدو أي واجب كطاي تاسع لقاها الله وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة عن جميعا عن وكيع حدثنا وحدثني وحقلوا يتبع حديث أبو الطاهر أحمد بن عمرو أخبرنا ابن وهب بن عبد الله كلاهما وكيع أيوه ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح بهذا الإسناد سنة كذا مريسين عن أبي قيس عن عم نعاس رضي الله تعالى عنه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عبد الله ابن عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوس عن أنس عن زيد بن ثابت ورواية صحابي عن صحابي قال حول الصحابي تصحرنا مع رسول الله رسول كلاه بن الله سحورا ني هذا إمام كسوها الله سحور تفضل يدوكها الله هذانا وناجي إن صونك مسلمين تي صونك قال أي كلا سحورك الله هذا حيوجد بيا قدر كأود حين يا صلاة الجليد ذي سحورته قالوا حول السحاب وتسحرنا مع رسول الله رسول كلاه بن الله سحورنا مال مال ما كمله ثم قمنا إلى الصلاة صلاة الفجر الصبح بنو يستغني قلت وحاني قائل كاسوا أنس أنس بن مالك لب سؤالات بحديك كنت ما أدو مرنا قتادة أنس ويدي رواية كغلا قرقد بعضيني مرنا أنس بازيد ويدي أنس انتو نبقى سحور ودياري بكتغي لكن لمن سحورني
زيد بانك الله سحورتي زيد بمرك أنا سؤال شويتي هو النبي سحورتي سيو صلاة دي سمحاو بحيي قتادنا شيخي سأنس بويدي سؤال شقول لك هذا ما كان لابد السؤال تداركته هذه واسدة مرنا سحابة وحويدينية مرنا سحابة قبل لويدينية لابد السؤال بويجرة قلت وحانا دي مرك أنس بان نغنكرا واسدة ظاهرك قتادنا ونغنكرا أسنوه كتب في صحيح البخاري مسلم نو كان دون مر في بعض الروايات ثم قمنا إلى الصلاة صلاة نوستيني قلت وحانا دي بوري مرك كم كان قدر ما بينهما كم كان إمسوها قدر ما بينهما من الزمن وحي أدحي قدر كأدحي من الزمن حلق إمسا أدحي السحورة صلاة قال وحوري زيد بن ثابت وهدو أنا السائل يا هاي هدو السائل قتادي هاينا قال أنا سوحوي لوي 50 آية كنتن آية انت لك آخر قدر 50 آية أي قدر قراءة 50 آية كنتن آية دود انت لك آخر يا نبي سحورة زيو أدحي سي صلاة وحدثنا عمرو محمد الناقد قال حدثنا يزيد هارون الواسطي أخبرنا همام يعني ابن يحيى العودي وحدثنا ابن مثنى محمد مثنى قال حدثنا سالم ابن نوح العطار حدثنا عمر بن عامر السلمي كلاهما همام عمر عن قتادة قتادة حدثك قادنا يعني بهذا الإسناد قتادة وصومرتين ومركة عن أنس عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ومدى آذو ير مركة كنتنا أنت لك آخر ومدى آذو ير 8 دقيقة شنو 8 دقيقة هذا إذا كان يرين كنتنا آيضا آذانك لقاها الله ينوى آذانك آذانك الدنبوي آذانك الدنبار لقاها الله كانوا آذامها بلال هبين بركي 8 ساعة أما 9 ساعة لقاها الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم سلم المدينار سلم المدينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس ضدك كزول مهايا بخير وناك مسلمين وناك لقوا أي ماي هي خير ما عجلوا أنت دتشين أيان الفطرة أفرك دتشين أيان هذا صحورت بسودة من إمامكم وحكاها الله فضل قديا بركة هذا وحكاها الله إنا يتأكل الصوعها صون كجالد يصون كمسلمين تا حيوكو تصي سحورة الدب إن لورد جو صلاة اللوجود ويجو ونها بين كلا برلا سحورانين ونحيل الدار لسحور صلاة يأيدو أي سود وهذا صلاة الجلد يدو أما أذان كدم بئيو سحورة وين إسساري هو حيرو قدر كنتن أيض شيء توندق إن لورد حيسيو ونحيل هور الآن لسحورانين هذا هو حقوق بي إلا أن بابكو لبا بابكو وإسار راي وتعجيل الفطري أفرك إلا الدجيؤو بمعنى قرح المركز يساو دعذبا هوري لغا أفره لا يزال الناس مسلمين مسلمين تلوجي ده الناس هنا والمسلمون مسلمين بخير خير لغاو أي ما عجلوا انت دجينا يان الفطر أفرتانك وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري وحدثني زوي بن حرب بن أبو خيثمة النزائي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري كلاهما يعقوب إيه سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث كذا صومرتين وكله أي مركا أي ورني وذا دهنا وران صومر ريك ورني نيكل أورنجري عبد العزيز عن أبي بطومتون أنا وسفيان يعقوب عن أبي حازم حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب بن محمد علا قال اخبرنا ابو معاويه محمد خازم عن الاعمى سليمان بن مهران عن عماره بن عمير التيمي عن ابي عطيه واسمه مالك بن عامر ومقعس وعان كوي هاي لكن هو مشهور بكنيته مالك ابن ابي حمزنا قل يا كنت او ابتري وذاتك عن ابي عطيه مالك بن عامر قال وحول وذاتك دخلت انا ومسروق انيقا ابو عطيه يا مسروق بوحان أقل لي مسروق من أجدع على عائشة وإذا عائشة أقل لي بوده فقلنا وحان كن ليا أم المؤمنين مؤمنين توهيدي عن عفوا رجلان كورا أم المؤمنين وعائشة هذه رجلان من أصحاب محمد أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة لبس حبيبي
هو يرى إني كلا سارتو وحيد هذا الرجلان لبنين ومن أصحاب محمد نبي محمد حرتي سيا أصحاب تي سيا أحدهما متكوت يعجل وحود الدجيا الإفطار أفريد سوس ومية هاي قرحة ما كيبال كدكتور كأفرا ويعجل الصلاة صلاة دم مغرب ندربو كلا ودب أو مرد يقول سوق سيف عن مرده أما صلاة دو قابيا أو مرد يريه والآخر وكالنا يؤخر الإفطار إلا أفر بلود دك دك يا سادتك لو مرد يريه مركز وكالي ديك لو قلت بسنه والآخر وكالنا يؤخر الإفطار أفر كدب أدقا ويؤخر الصلاة أفر كدب أدقته وحكى لازم الصلاة أن يدب أدقتها دو حيلة دم بعدكش حقا وقتك قراءة إسكبت هذا أفر كدب سنة صلاة دربوا أدقلي هذا أفر كدب سنة صلاة دنا ويداهي وقتك دو قلت مني ويؤخر الصلاة صلاة دو دب أدقا لبدا كيبا في عم بيدون وسنة النبي محمد وافق سن قال هو يدن وحيد أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة كذبا صلاة دنا ددجية أفر كان ددجية قال وحول وذاتك أبو عطية قلنا وعانون لي عبد الله يعني ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه عفوا الهذلي عبد الله مسعود الهذلي با صلاة دنا ددجية أفر كان ددجية هرمارية ووقت يمركو دع الجاربة أنسي سجن قال هو يدو حتى كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا سوصوبانه يالي تشيريبيت أفركنا واد تشنجري صلاة نوا هريبك قالي تشري زاد أبو كريب محمد على سوق حقود الحديث كما كوريني يوريني ويحيى من يحيى أوسا شيقين والآخر ننك كالو حاوي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليمني وذات كاسا أسوقه خلافي اجتهادا وتأولا سنة على قيابة إنه كرة عيقوليه دمبر ريبان أمية واركاسي وحكب الدلي وكت أثرات عكرتا وحدثنا أبو كريم محمد علاء أخبرنا ابن أبي زايدة يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة سقى عنكوا سقى اللوجيدة وأوجب الله تيرني عن لعم سليمان عن عمارة بن عمير هذا الثمر التيمي عن أبي عطية مالك بن عامر قال دخلت أنا ومسروق على عائشة وقال لي فقال لها مسروق حكوي لرجلان فقال لها مسروق قرآن وحثمرة فقلنا إذن هذا الكنين كتشيدي مسروق بؤها أبو عطينا قرآن حسكو قتري ولو التهدي لابد أن يسكو حاجة يسكو دنطا يديه بلو النوع هذا اللي هذا والله ترى هذا الكاسقة ودليدي فقال لها مسروق حكوي لرجلان من أصحاب محمد كلاهما لا يعرف عن الخير وأقيل بحنوي وهذا وناكسن قول لقوي لبن أصحاب النبي محمد كم إذا كلاهما لبضوا ذوب لا يعلو كما قابيو كما قاسروا عن الخير خير كانوا طلبوا راديو لبضا النبا لبو ذادو خير كود ذالو يهوي خير كود ذالو وخير جعلهن أحد ما لكن متكود يعجل المغرب مغرب كود الدجية والإفطار أفركنا واد الدجية والآخر كالبادنا ككلنا يؤخر المغرب مغرب كود بودقا والإفطار أفرد دبا كيبا خير بدن أو وراكسن أما وافقسن سنة صوبنا فقال هو وحيد جري من يعجل المغرب والإفطار مغرب كإيو صلاة إيا أفرك بياد الدجية قال وحوري مسروق عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع سداس صبنه يلي تشري معنا وامر قوام محي صبنها نينك وافقي يوددي سقا ذي باكوان أكسن نينك كل إحذي ولو تأولا واجتهادا إذن سنة وحوي إن سحور تدب لوردغو أفركان لددتشيوه سنة واسدة وحكا سهاري ومخالفة السنة طريق صبنه لبال مريوي أما تعمد لبال مرو أما تأول اجتهاد لبال مرو مرك خير لقيه لماي مرك سنة لقود ذلك باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار وحبابي هاي إلا عديه وقت انقضاء الصوم صومك وقت يزقورمو قاية صوم قرمو رمالي وخروج النهار مالن كان وبحاية مالن قرمو وبحاية ورمالي صوم وقت قرمو التقي حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير محمد أبو كريم محمد على وطه هذا المريس واتفقوا في اللفظ مع الاختلاف في المعنى واتفقوا جماعة يحيى بن يحيى أبو كريب
ابن نمير وحيسكو وافقين لفظه واتفقوا في اللفظ لفظه يسكو وافقين معانه مركا اسكوميس خلافين عفوا مرضوا لفظه يسوافقوا معانه اسكوميت لكن لفظه اسخلافه يسوى معانه اسكوميت ياي. قال يحيى حرى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن حرى سوق حدثنا ابي سدا سوي وقال ابو كلو حرى حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه جميعا عن هشام بن عروه لما انت حتكون حكا قضانا يا وين ان اخبرنا ابو معاويه ان حرى حدثنا ابي ان حرى اخبرنا حدثنا ابو اسامه جميعا ولا دهس نك ابو معاويه حكا وريي ينك ابي وحكا وريي ينك ابو اسامه حمد بن حكا وريي صدح ضباء جميعا عن هشام بن عروة كقاتين ويشد على الشيخ عن أبي أبي عروة بن الزبير عن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وقول عمر الخطاب على أمير المؤمنين عاصم بن عمر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل هبينك هدو كي ما هدو هبينك تصوقع بالعفو هبينك تفوش نصفل صاره وأدبر النهار ما إن لو الدبتشيديو وغابت الشمس وقرحنا أي اللي بدود عدو فقد أفطر الصائم كيسو من وافري لم يذكر ابن نمير مؤسا شيئا فقد مؤسا شيئا انت كلي إذا أقبل الليل هبينك هدو كي ما دو من ها هنا أو بريئة بريئ بك إيمان يا هبينك ما كي قرحوا دعضو وأدبر النهار ما لنكو أدبتش يديو وحق قلبه قرنا ما هذا ما لنحق أدن بيس مال افتوحا أدن بين قلبيت قرحوا دعبا او قدن بملفت مجدون وحكاس وقبنيا ماشي ساكا كتمت قرحوا اي كتمت وغابت الشمس وتحقيق اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار بلا تحقيق جنيا وغابت الشمس لبدنا اي دعدو فقد افطر الصائم كيس من وافري ما دام يكل واسكو لفظي اوكي وحور ربا كليه فقد نمن شيئين كاحتراز مسلم لم يذكر النمير محمد موسى شيغن أم عبد الله موسى شيغن عفوا إيه فقد موسى شيغن إن كان شيغن دوام محمد وهذا سك الشيخ يسع انت كلك وكلا وسعدان وحدثنا يحيى بن يحيى أفطر ذا سمرك فقد واسكم من رافينو بسلة الوصال ما كانوا قاعد نو بينو أركدونا فقد أفطر السائم كيسو من هو أفري حسا ميا شرعا ميا مسوى من باب أنجد وأتهم او حلو جدا وقت ينصو من وافر له ولا غاري با لا ودا حلق الافر الله هيدا ان افرت اي كو بنانيد ولا غاري يقال انجد اذا دخل في النجد ويقال اتهم اذا دخل في اتهامه لوك اتهام الدحر حيبه مركا تغشو اتهم فلان بالورنيه بمعنى دولك اتهام لو جرب او غلى انجدنا بريد بريد يا قسيم الرياض بوتغي مكان لي ان جدال غدي بمعنى دخل في النجد مركا افطر من باب كاسا او حلق الا افر لا وا غليميا وا غش حلق افر لي دان دونا با افايستي او ان وصاليه سون كدان دونا لكن وحال غاداي حلقي وقف صومن افر لا ميا لو جدا ميسه سون كوا بروي معنو افطر اظن با غاج اسكو دلهايه سون مجر لان هبين لما صوم فقد أفطر الصائم مصاصا لقوضا لبدا معنى بوالا شيء محايا لي معناها واد صنك واد بريدة وحكاة ديد دونا إيه إن نبي مرك قاركوت أصون أفرني إلهي رابط أصونك قارسين تري إلهي رابط صان إلهي أقول دوانا يي أو قربي عباد وكد غني وحاكو الأيمان دونتون مرك قاركوت اسكفر لباب مال موت يلا بهبين اوسن وح بيأي بل افكا صارين صانا الهي اقول له قربا اوتاي مركا دوسون كوبر اوسن مجرو وح بلغي هي ماي اي تاي وسال كاسا نقول لها خلط نقول لها منا اهوي مركا مسألة رسول الله قال دون المهم الافطرة ومفهوم دلالي سال ولفظ الاسكو هي الدلالة دي سا رواية حديثك اولي هاي ايا فقد حل الافطار بعضينيس ان لو جوذو حلي افر الله ولا جاري ان افرتنا يكون بنان تاي ان تصون كسي ودن وذهبين حتى افهي سنه ومساله كلو بحث وبان وسال الى وغاري دون حد وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام بن بشير السلمي عن ابي اسحاق الشيباني اسحاق ابي اسحاق الشيباني سليمان ما عيسى الى ذا وين غاري دون سليمان سليمان شيبان عن عبد بن ابي اوفى قال رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله
رسولك إله بأنه لا سعني في سفر سعداء في شهر رمضان دحدعي نبي قالوا رعنوا لا سفري بالرمضان بالرمضان سيد لقى ورقة من حيث التاريخ لقى ورقة اللي أقي هاي سفر نبي محمد وكبيك من رمضان لبا قورن بوأها دقالك بدر مركو دعا هاي نبي قو بالرمضان بو دعاي دقالك فتح مكة غزوة فتح مكة دولان كما كالقو فرطينا رمضان بو قصو بيكمي لبا دا سفر ورمضان كبيكمي أيا نبي قال الله هاي سفر في رمضان دعاي ونبي قونا السفر في رمضان لبا دا مع الموت بالله هاي سنة كسديدة هجرة هي سنة كلابادة هجرة طيب إذن كي بدر من نغن كرو حسون نغن كرين سحابي كان حديث كوريني عبد الله بن أوفى لم يحضر بدرا دولان كبير كما قيب قالين نبي على دول كاسلموس صفرين إذن فتعين إنه يهي سفر كان رمضان دح دعي إنه يهي وحال لازم إلا قدقو فتح مكة دولان كي مكة ونبي كفر طيوي كاسو صحابي كجوغي وهدوس مكة صحابك احد كاسو حجاني او مركا اوسن اهين مرسل صحابي اوسن اهين قال حول صحابي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صعدال في شهر رمضان احد عاي فلما غابت الشمس قرات مكة اللي بدي قال النبي حول يا فلان هبلو بلال وي بلال انه راح وينك فلان دليل روايه ابي داود بعد يا بلال انزل فاجدح لنا يا فلان هبلو انزل دقو قيد بصارا عملتا وكفرنا يا كبد امني قرحت كي لالني انزل دقو فاجدح لنا نوقش سويقي فاجدح لنا يعني بورش مسجد انت لا صلوله قليدي يا قمديده ايو بريز كاما يريرها انت لا صلوله مركو دانغ نقود اما بابع نقود ايا لشيدا او لطما سوق مركه بودا يا قنديق لو قاطا مركا سفر كتاي مركا هدو بيو كل با اسكغه شوبان او اسك واد عبي اما عانت كو درساني اما اسوغو سي سي اسك همبني واف كو دفنيس بينا كد لعب سوقو كاو انغو سومالي ما تقانا وجاس حبشي داد تقانا يقول لي ايتوبيا لا دو تويبا ايتوبيا ما تكن قوتير يا بلال انزل دغو فجدح لنا نوقوشو وحا نوقوشتا سويق ان ودنا بورشي سولج ان ودنا بودبا بيو نوغو جلعي ان مشاركه دغنا اما شربت مركا جدحه واسدا جدحه وإلقاء السويق في الماء إلقاء السويق في الماء سويق بيلغش شبو أو لقوي أو حيو الله دياريو هذا صبغ هيستان صبغ بالغو هيستان إنك عانه لي كره هذا من بيو كل بات كره وحيس قال وحول بلال يا رسول رسول كلاه يو إن عليك نهارا نبي قال له ما لي بقود من قرح السيف عن أمر دعيم بلال اللي أنا إلى الله يو فيرنا يه قال نبي حول انزل وردك بان كولو فجدح لنا نوقش سويقة فنزل وادك فجدح واقوي فأتاه به نبي أوليمت نبي أوكياني إذن فشرب النبي نبي عبي مشارد الله كان مشربتي ثم قال وحيدي بيدك عن سبكو إشار نبي بلال باطل لك صحايا بلال وحيدي نبي سياد قرح ما أركي أم صدو أرت دو أركي لها هذا عليه لكن ولي عاد با مغضي افتين با مغضي ونبي كادين لها سازو نبي ربعين وحكو برادوشي لكن قرار عليه بلا واركا نبي وحوري ثم قال بيدي قعنت نبي وحكو إشارة إذا غابت الشمس قرحوا دي كرد عضو من ها هنا حق قلبي دي كرد عضو قلبي هذا حقيني قجرة بنكن صحيح ما قلبي حقو هذا حقيني قجرة لأدوان كسور جيداي إذا غابت الشمس قرحة كدعه من هنا حقا يودع قرحة ووجاء الليل هبين كن أكيماد من هنا حقا بري أكيماد فقد أفطر الصائم كي صومنا وأفري أما حل وأفر لا بل لقاري إساء أقوبا لأذوك أما يفتين بام مغضئي وحاماها قرحة مرد عليها طيب مقدق حقا مكاسو قالها يفتين كن حقا مغضب ماضي مع السلام ويبنا ذيئة مركه مالي باقود ما افتين كلوا مقضى يحدقه ولي مصابحين أيه أزكى ولي ممدو بني وورك عامرو وورك علماء ما بلا علماء لو ترناي واقص ذي بالي حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي وعباد بن العوام الكلابي عن الشيباني أبو إسحاق هذا ثم رسيم وهذا دهاني
هشيم بشير السلمي متابعيني. عن ابن ابي اوفى عبد الله قال وحلو كنا مع رسول الله في سفر نبي محمد بن لسعون السعدال ودولان كي فتح مكه فلما غابت الشمس قرحنا مركي دعضي قال لي رجل نبو حكوجل وبلاله انزل فاجدح لنا دقو نوقو شربتي امام مشرد ان ولا نوح انكو افر الله اذا سفر بالله. قال فقال يا رسول الله وحلو رسول الله لو امسيت هذا يرضى الله ثم في عينين بول لو امسيت تتقلى بيسن هذا يعني لو دخلت في المساو حقوق ما دوير كادس ما ركادس سفي عن ما نوه بسن بمعنى مقدك سفي عن وقالوا كوادا وذات يقرح دوار دعضي. فلما غابت الشمس وقوعت صحابي وقوعت فلما غابت الشمس لو أمسيت أو لو بالغت في دخول المساو هذا كحل نبي الله كحل ديران الله قرحت دعتان كذا إلى آسكم إذا صمم في عيني. قال انزل فاجدح لنا وركج دايو كسود ماشى ثارته قبها وش القدره. قال حول النبي الله ان علينا نهارا افتين بانهايوي ان علينا دش هذا وحاهاي نهارا افتين اليس بانهاي روح واب الدعضي لكن افكي ذي باندريمين. فنزل وادق بلال فجدح له واوقوش واوقو مشاريد فشرب النبي حب مشاريد ثم قال اذا رايتم الليل ضدركتنها بينكيو قد أقبل كيمد منها هنا حق بركيمد وأشار نوح كفر في قبيدك عن سوانا قيمها بنيت نحو المشرق حق بري أي نبي عن تكفيق وحوري فقد أفضر السائم كيسو مراحل وأفر لابال لقاري. وحدثنا أبو كامل الجحدري فضي بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد العبد حدثنا سليمان الشيبان أبو إسحاق قد ثم ريسين وهي قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول سرنا مع رسول الله رسول كلاب لا سعنا ورا لا سفرني صلى الله عليه وسلم وهو صائما اصغى صوما. فلما غربت الشمس ورحمه مركي دعدي قال وحير يا بلال يا فلان هبلو انزل دغو فاجدح لنا نوقوش نوقو مشاري نو دياري. فذكر وحوش شيخ عبد الواحد مثل حديث ابن مسير وعباد بن العوام بو شيخي حديث كذا ثم رئيسه إن حديث ذنبه حاكو جرى كو عضي لقى فهم أيها قفك صومن قفك مصافر كعفوا قفك مصافر كا سعودال كا سفر كا هدوس صوم كليبينين بالرمضان اللي تشوه وحا أفضل بأنه صومه رخصوا لي هاي صوقا ما هادبو أم يسان ديبو وسكافوري كرا مربط مصافر هاي لكن هدوس صوم كليبينين ومشاقات ديرادو سن كلا كل مينين إنه صوما وناكسن وأنت صوم خير لكم. إذا النبي وصاص صومي يوم فتح مكة صبر كادير صعب بدنا إلا صومين يدو رق كمدنا إسكا أفرين. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا صفية بن عيينة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي أخبرنا جر يعني ابن عبد الحميد الضبي كلاهما عن الشيباني صفياني جرير حديث كشي أبو إسحاق الشيباني كقضايا عن ابن أبي أوفى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ العنبري وحدثنا المثنى محمد حدثنا محمد جعفر غندر الهذلي قال لبدا محمد جعفري نينكل أورنجر معاذ بن معاذ حدثنا شعب بن حجاج عن الشيباني أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسير وعباد وعبد الواحد وحيش أن من كان حديث كيم مصر ردد مرة يسين علي يا عباد من العوام يا عبد الواحد بن زياد وليس في حديث أحد منهم ولا دهن طنبي هي صد حضاءه ولا دهن طنبي نوحوها سفيان الثوري وأسونا إيا جرير وردد مرة يسين إيو محمد جعفر إيو حكوري معاذ بن معاذ وليس في حديث أحد منهم حديث مد كم إذا حديث كذا كم تجرو في شهر رمضان سافرنا مع رسول الله في شهر رمضان انتص ولا قوله ويدي سنة كم تجرو ويدي وذات كان ضمبي شعباء ويدي وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده رواية هشيم كل جيب كجرته وجاء الليل منها هنا رواية هشيمنا هرات صومرتين هذا ماشي كم تجرو إذا وحور رب كريم شو يأخذه يا متابعين توا حوضح يا كريم انو الشيخ حديث مركو حاكو تشيرا نينكا مفتيقا اما الشيخ
هذا مر كافل يسوع إنه وحسموثي أما وهل ما ماي إن البراروتشين كرتوا. سيد هذا بلال سكود النبي قال إنه هول كبراروتشيو نبي رمر كأي ذا موسى وحيل ما منه. سيد الشرع جاهد بوافقني وحقل ضمينا بلال بوها. مراجعة مر يلا بقى حتى إن يسند بلال هاي أيها كم مقنيزة وحقلهم مقنيزة إن أي خير بدن تهاي هذا صوم كود بين في السفر إن لا صومه. حديث مر كديتي أما عم باريسي صونك في السفر إن لو عم باري حالات الروح وصونك آديات قل بيو أما الروح واركي إن أن لأفوري كريم روح مصافر كالرخصة أدي دي حديث خسيني أما أدو صونك آديات قل بيو بمشقة شديدة أن القصة وانت في السفر طبعا معنى وحي توسيسا رخصة ربنا دي دنتا يحيو نجا يقوك عن صيري آتاي أدي لك حالات عادتاي إن الصوم في السفر وفضل بدن يهي على الفطر كفر ابن كفي عيا يا موقنيس الا تاخير افردنا اي بدعته هي بدعته وسيد النبي يقول جري لا ييلو تعجيل كن فضل بدن يا كذلك السحور تاخير كذا فضل بدن تعجيل كنا وخلاف السنه باب النهي عن الوصال في الصوم حباب هي هي بدل لا اسك ريبي صوم كان لا حي وصالك ولا بنوع وصالك ولا بنوع نوع أسوه دب ماله مورم بدن كميت شروه وأمد أو مد ككوباد أذو ما تنصوص ومنا إن أفرك هذه دب أدقته عشرة هذه أفرك هذه أدب أدقته أتكلم قط حلق إلا سحورين شري أما اللي هرابين شري أتكبيكته أركب أتصوص ومريت ما دنا أفرين بق ما ركب أتكتو كتي سنوين كذا أتكتو كتي تراحي تكتي قري واد كن نقطي واد كسي حتي سلاة تليل كأوسو كعضي حلق الله صحورا لها أنبا صحورت مركا ووصال إلى السحر وصال صوم بليل إلى السحر كأسو لبطن مال أحد بانا قتمت جماعة من السلف بانا كنق متري سيد أحمد حنبل إيه إسعان راهوي جماعة هالكا كتغي مدك مركا لقاها الله يا هذا لسكو هايو ومتك اه ان مال يهبين لسكو بدحيو ما تضبط صوم مريت هبين كبات كو حريسة بيئة باد من تابا ميس مالك بسيدة كسومي لبا مال موت او بلا افرع او بلا سحورة او وحا تابن شرين او وحسون لقا سومي جردان كسوميس باد يعود يقلم من نبا تابا ميس متكاس ويمتك هذا الله يسكره متكا ومس خلاف باكو شراء خلاف بكل شروه خلاف عروس وصدح مذهبه أيها الشرع وإذا دوحيدا وكراه نمنا وحيدا وحاران وما بنانو إلا لرسول الله ومن خصائصه بينه نمنا وحيدا أحد كأود لأسن لبين وحريرين كراو لبا ملاها صدح مذهبه وبنائي هاي لمن يقوى عليه ننك أود كراو بنائي إيا ما بنانو وحاران وهو المعتمد في مذهب الشافعي شافعين وصاصة الرجحان مذهب كصدحات وكراهة تنزيه وكراهة حاران ما صدح مذهب باكوتشرة جماعة من السلف أيو أحاديث النهي قابي أفسرتين إيو يئنا يسنسو قارن باوي وسالين جرين هذا النزول قصو قان إن تضبب مع الموضو حيرو أسوم جري هذا النزول صحابي تضبب مع الموت وحريرة لن أول بدن بوها لما شيء بن ادم لا اود حق ادكيسغا دكسغا اون اي هراد اي باهيه غاجلو ادكيست لحم الموضوع حير مركو صوم او اسكو بخيس هبين اي مال صون جوقتا مالن كتدوبات قبل كدعو افور جري ويو كو افور جري كوب صبغ اه اي مرق لفل لفل لغا كريي لفان هيب لهين مرق لقى بحشي يكوب سوقه كأفرج مسلمين تنا هلبو كدر تشري أفر وانا سنبو سمعين يا أو هلب عدي عديم بل يوحل بول عوني كرا مركز ولي جرى كوب كان صوبة قي يلفها مرق عن كلب حي هذا من خالص مالي ألابتن لقى يلقوق أطلد عدينا ومن بيت مال المسلمين بورنجري وحن كأفري وحن عن شخصين أولها أنا أباه كده حلي أما أنشقيست وحيدين قال عدين تيجي عناس لفودين
وبيت مالك بعد كافرتون للكافري بل وحكا سوغان شن يطمن مال المود نحريدي شن يطمن مال المود صادرت بلدن اسوغو لوغه حصار مكه مركي ريبن يديل هيه الحجاج اوديليه يوحو دغالمي ان ما انت قديسيس بو دغالمي اود الهي قال لي عبد الزبير نين صحابي كنت تلما شيغين لا السلف والمتاخرين مركا شيء تمام مال مود بن سومي كرتا لو مال مود بن كيري كيرين حدن سومي نفي محاض قد بري محاض قدرتا يا بري باس بعدين بري باس كون هذا دخاتير دي وحش الشيء قال عيد النفط وحي عنتو قاعد كيسين كرتا تضواتني الله ساعدت تضواتني الله ساعدت وحي وحي كلا واحد مشو الله ده قبل يوم بس كسرعون قب قب سكده مويين نف ما هي سيد طيب إذن وحاكلوا السلف قصدوا حكوا سالين جل ولاد كم محدد كان محمد وضح محمد وضح المحدث أصون أفر مع الموت أيوه حريرين تري لكن أنتوا أبدا الله شيء وعبد الله الزبير تضبوا يا عشان يطمن بوا الله شيء وسألك الله الله يواميت قد أقص ديسه كوكو قبطي دانو كوكو قبطي ما هو الله الله هذا صوم منا بروح كوا فرتويد برينا واد كصنت واحد كوا فرتويد واد صنت واحد كوا فرتويد واد وضي إذا أتكد عيس ده تكوده كله ما الله كوا وعيد الزمالك كوكو قبطي يقدر الله بوا والله قاتا وقال الله لو ام حي وان ادن سونكي يهبينك مال يهبين ادن كلا بخينين قصدا ادو او قصدي او الله او غدوانيا كا وي كلا لاي وا حران وا كره وا بنان الله اسكو هاي كميت كاي دانا كوغو قبات لغا ما الله قليها مركا دي الى وا حران ادلودودي نهيغان سو سوده هذا مر الدونتان يحدث كصومرتين صون كأنجا يصون كقال لو حاول حي أكلة السحر هذا الأحق بدنوي هوش النبي قلنا ومن خصائص عليه الصلاة والسلام حدثنا يحيى بن يحيى قال إذا جمهور السلف بدين جمهور السلف الصالح جمهور المتأخرين وحيو بدين أما وحاران أما وكراه وبنايا رجل بلغه ورياء عبد الله الزبير يا جماعه يا بعض المحدثين والفقهاء حدث يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى مدح كربي عن الوصال صونك الله اسكو بحشو مالي هبين لا يسرعشو قالوا وحيد النبي الله إنك تواصل نبي الله واحد حجسا إنك تواصل ألوغ الصون ما لي هبين بوقت كفر نبي الله أنا قرأ والنودي ده دواصل ده قال نبي حوري إني لست كهيئتكم أنا وإذنكو كلامي لست كهيئتكم أي كصفتكم إذنكو كلامي وإذنك إني أطعم وأسقى إني أنا أطعم ولا يقوتشا وأسقى ولا يورابيا باهي إيئوني اللهم بأنا ولا يقدقي إذنكو كلامي إذن وحاوي فرقي مؤثر كا فرقي مؤثر كا أيقو جامع بيفيريين النظر إلى الوصف المشترك من غير النظر إلى الفرق المؤثر ومحي وعقيدة اليهود والنصارى وقياس المشركين ولي قالوا إنما البيع مثل الربا وحيدين بيع ومحي مبادلة مال بمال حلاش نافس ذوي خبنا وام حواي ده استوى أنتوا كله فإذا انكسرنا هي دولسار إنترنت فإذا زيادة أنا مبدل أنكو قدرها هي ومبادلة مال بأجل ومدة كنوا مال يمال كنوا مال يمد مال يمد إنما البيع مثل الربا إلا يحل أحل الله البيع وحرم الربا إن الله بدأ الشيء وحي إسكي شبهاني وقود بس فيرس أوضن إقدورين أوضن إيقين أوضن فيرين إش أدن كمد وحا أول حيية إكلا الدوية الفارق المؤثر بالي هذا والوها لك السماء مشركي العرب محيدة نفك حالي بختي وانكي بريد وينا يا حيرات عارق الوضع حركية بختي
يكيب برسول كاي اللي قرب واسم مد بيدين كنا إلهي بادلي كنا أنا قاعد يعني كل واحد حلال هلا عنو هلا برفقيده معي إلي وهذا ماشي هذا مش هذا أنا قاعد مريض كي أنت رأيه هدي إلهي عيدا كي سعونه كده قال نفكي واسم مد بيدين معي فيريان وهذا ماشي هذا مش وقيري قيري في الوصف المشترك الوصف العام بيبحي يفيري ميسن ايجن الفارق المؤثر بين الشيئين فرق قد حي لبدا شيء كل دوي وان منك يدو كلي نكاح يزنده واسكمت السفاح مثل النكاح بيد كودن فير كودو با كسيي مهر باد كخدي وحال اسكو اوغاد وا لو اقل جاي وا دغ بيد تن ان لهشيي ان كلا تورتنيدنا وا دغ بيد حالي وا اسكمدو وما اسكمد كدغ هذا اسكمد بنان ما لتيمات مع لو دومن ما لا عرر حلال افتين بالا قشا بيدن سومال زوم حلال هي افتين بالا قشا نيجا دو وحسو عنيف سو خدا انتو رير بوت فوري هذي أنت الله شايفه نيف جوريع أو وحدهم كوسكي جد بكوري دي وحدهم ديزان وحال حالي عرق كوري وحمام موسن طاوان أفكانه وترترم إنه عدين كده نيجي لكن نيف حلال عون هاي حلي قدونه خلنا يازوك برغندير دهر بالله كلا بحاي أقول لك إن لقاس حيات تجي مركا نروح حوك على سارية لابد من اعتباره الفرق المؤثر بيني وبينكم أنا جاي إذن كواحد نور حيا أرق وجادة سحاب محيفيرية بشرية ظاهر كور نبي الله هذا نواح حيس أنا واحد حيس هذا مسكت بنا إني لست كيأتكم إني لست كيأتكم قليها قوة روك لو نمن خوارج لورن شري أو دروب ده كتكفيرية أما قواطع خلافية ضروريات الدين وسيدا خوارج الله وحكم أيوان يكسو هذا الله إيه وحشكو خالدها يان وداد مشرك دبتها يعني أول مشرك كان مسلم معها ما حد كويس هذا وكا إله غير كبر هي وكا شعب عبد القادر وكهية وكا أولياء الله أديك تكهية إله هالمامي وكا إله شرعي سكتة جي الدستور يا قانون وتا وحشكو خالدها يان علماء القيمة هبنيد السلف كده خير كوناكسين أمانة يقدرين تهم مضنيد يو كوا إن الحكومة وحلاقش قال اللي هو دواني عري من عطار الشافعي تلميذ النووي كتاب كيسا معوها إذا قبط معوها الانتقاد الخالص عفوا الاعتقاد الخالص من الشك والريب والانتقاد أخرية علماء كسوا لحلو كوا وحواجبة إله اللي يقول دوادو أجرا لك قراتين وحلاقش يقول جنة الوجل هيا نمن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وخائمون جي سواوين مركز وحكا الشيكتو عامضا الصمان بحكولي وذاتك هدي هي وفي عيني أفضيك بان لقول أنه لانكر محاسك الأخر دن إبليسيا دينتي كود محابسان هاي الكتاب كالربي يكتقي إبدا قاتيالك الدولة هنعفق ده كنول ديجين لما يستي مصيبة ذا أوليدي إلهي بيسكو خلد هاي قياس المشركين إسكي إلالي قياس اليهود والنصارى ومشركي العرب إسكي إلالي إن تلمان قد في رسان علماء بل عن بعضيوها أبو عمير الفاسق ونكو نبو بحي عربنا يتقى أبو عمير الفاسق الراهب يوها كلا فهمه سيني ساده ولا كلا صوعة الكي رنة ولا عدية لها كلا قادة قلة الفقه يسكي إلى علي ودادها اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أفرتك السنة سيدة قوفاني إذن نوغي كتابك ربي يكتو ماني كيميش أكون فريستو وأولي الله قدرته دكو حيا يسبين إذن شيك دينك الله هنا برطا إني أنا ولست مي كي أتكم إدينكو كلامي إني هي فارق وامع أطعم وأسقى والله يقوديا من الله أو بيا الله سي يباد إسكو أود منهن إن أتصون كحيرسان وحان إدينكو دي ذي لبات خلق الميسان
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله حدثنا عبيد الله العمري عبيد الله ابن حفص ابن عاصم ابن كادمري هذا سمري سنقول أبوه هو عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان واصل وحو حليلي في رمضان بش رمضان مال مهدي وحليو وح أفر أي عنت أمر دحيسني الصحورة فواصل الناس الصحابة يقولون لحجر الشيء ونبي سنك كحرة فنهاهم نبي أودي الدجيو كاتشا قيل له حلقو يري إنك أنت تواصل نبي الله ضوح حيرني ساي قال حلي إني لست مثلكم إذن كلمي أنا إني أطعم وأسقى إني أطعم وأسقى هذا مفهوم كذا والسكو خلاف ما دلوك يدي ورتب الأنرمين أنا والله يقود يوانا لا يورابيا مرك إذن كلمي آير أفر أو سحورتا وحدثنا عبد الوارث ابن عبد السمد قال حدثني أبي عبد السمد ابن عبد الوارث عن جدي أوقي عبد الوارث بن سعيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذه كانت المرئي سنة كلوب وريي وذلك عبد الوارث أها يا متابعين يا عبيد الله عبيد الله ما أيوب متابعين عبيد الله عن نافع ولم يقل مؤرن أيوب في رمضان مشيغن أو واصل في رمضان انت مشيغن واصل بكود ديستي وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن شاب الزوري حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول السحاب قاس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال نبي قال مضى حكر إن لحي يصونك قصدا حبيني ما لسكب حشوك فقال رجل من المسلمين من المسلمين تكمدها وحويدي فإنك يا رسول الله رسولك الله وأبوه تواصل واضح رسائم حضر أنك أنه يقول دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي كي نبا أنا وكلا يعني إلى مدى حق أود إيا كاريتان كوائد سيدي إذن نهي وحكم يحسكن يكون لكي هاي أبيت وأنبري يا أبو نبي صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني وهذا إيبر يا هيا أصور ربي يقودي أو يوراب شو بيئسي فلما أبو مركي جديدا صحابه أي ينتهوا عن الوصال إن كهران وكرهب طمان حجر انت واصل بهم يوم ما لم نقول لحجر الشيء واصل بهم يوما ما لم بسنك اسكو قبطي ثم يوما ما لباد بكو حجر نبي كو حجر ثم رأوا الهلال كده بش برالاتي شوال برالاتي عيد لا كسو قرد صحابه النبي ما نكاسي كلابي حلاير مركي داتان برمحان إذين شيء شوك سويد مردي فقال النبي محمد لو تأخر الهلال بشو هذا يدبوا بحلاي لزيدتكم وإذن كرون لهم مالي صدحات مالي أفراد شنات والله كرار لها إلا إنا إذن كدوانا هي بعد قابل لأذهين لو تأخر الهلال بشو الله شديد وهدو دب مر لها دب لها لزيدتكم أي لزيدتكم حيدين كرون وصال كي حجرين تان كرون لها النبي قصي ده سويل كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا كالمنكل لهم نبي حسيدة أويلي كالمنكل لهم سيد من أحد عقابي جناحي حين وقت يقول النبي سيدة إلى أبو أيدي أن ينتهوا إنه كهران حرير انت تنكيلك أسل كيسو وإن روح الله عقابه سي غير كي أقو عبرقاته ويش الجورع ويدبها كقوس قاته ويل يدبي صوم ابن آدم ويش يتعليهين حولها ندد قال تعليه ابن آدم كان اللب قال تعليه إذن ماشي وين لقى جور عديب وصمر هياو مرك ويش الجور عديب وحقوق وسقاطه ويو روح إلى عقاب دنبي وكان لو عقاب سيدا سيقوق عبرقاتان أقول وأن توبان أقول عبسدان ضد كله أيات تنكيل كله إذا هذا نقول حر مرك وأن تو عقابه أو إدبيو إن ديب دم وحقوق سال شيء قال لو هاي صحابة مسلمين دنبي ساسو كربي لكن بشو كسو قاعدين وحدثني زيد بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم قال زرحولي حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة بن القعقاع عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عمرو بن هاري بن الأورنجري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال إياكم والوصال والإسكتشرة حريرنت
اسكو بحنت اتصون مالي هبي اسكو بحنيسا قالوا وحيدا فانك تواصل يا رسول الله نبي الله ابو الحديد ساي قال اني انكم لستم في ذلك مثلي انكم يذنكم لستم متهين في ذلك ارك حجنت يا اوداس مثلي انا وكلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا فاكلفوا من العمل اعماش اسكو دبا ما تطيقون وحد اودان اعماش كلا اماده وحد ككريسات لكن وصل ما كري كرتان فراك قال فاكلفوا من العمل اي تكلفوا تحملوا والله قوضا قضوا القاتو اسسارا من الاعمال اعماش عباداتك ما تطيقون وحد اودي سامن كلا اماده وحدا كري كرين هاي اسكو دبنا ارغاس مركا كوسابسن قوليها علمدي اورنيا او شافعي درجه تاغرسن وصال كو حاران مر بنانو وحيليين وحن صوم مري صون كين يا صونكا اهل الكتاب وحا ودخيه سحورته نين سحورتينا مال لي يهبن اسكوما بخينن وورعد مد لبات نهي عبا صوم مري نبي محمد با امده كريبي وأوديدي كهار هذا المريض وإياكم والوصال نمك أدلوا بنان كي تعالى هل قدر بالغب شيء كراكلي هل كان هذو وصال كحاران هل ليري وإن لحري أي حاران تاي محمد النبي والصحابة أو أقل هذاي إن لحري ريا تقرير بمش كجرا ليري مركب بنت وكراهنا لكن حاران كدايه شافعي بوش قاس أيمن شافعي رقة تاجر سوحي لي وحن تقرير ما وتقرع بالي هذا تقرع لقى كراعدوي مرهدت كسم رويدي أمر كعدا ينهي كعدا كسم رويدي نين استيريح يمحل قسم يا توجها اللجوي يا إلا السمريو مصلحة درت هذ بنبي قوقو قلاد إيه تقرير ما تقرير الجواز نما إيه وتقرع يتنكيلوي ogolaashaa hasna inay ku cibra qaataan lagu ciqaabo dib dambana ay ka waantoban in noqon waayeen baa laga rabay lihaadi maslaha looga in la laabay inay nabiga raacan loo daayay taqriir ma yahay oo waa taqriic iyo tankiil baynaad warkaas waa jawaab waafaq banaanka taalo li maslaha sharciyana waxa badan baa loo daaya waxa badan baa loo daaya shaafici warkeeda saas ku cad yahay nimanka ayagu oranay marka way banaan tahay ama waa karaana مال ما نبغو أقوله سحابنا أقوله ربي وحكي فهمين إنه تقرير يهي إنه تقرير يهي صوبان هاوي سالين سنة مركز شافعي كنت رامح كوليين وهذا من خصائص عليه بالدليل إني لست كمثلكم كياتكم بنان كي تعلم دا أيضا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أحد المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعلى عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم بمثله حديث كذا مريسان وكل وريي وأعرج باوح متابعين يا وذاتك أبي زرعاها غيرها سيشاء أنه قال أعرج وحوي المرك ورني حديثك فقلفوا اسكو اسكو لبا اسكو حنبار والله ماذا ما لكم به طاقة ما تطيقون ما شاء هاي أي وحوي رسول كوريا فقلفوا اسكو مشقي اسسارا ما لكم به طاقة وحي ألو أبو ولده وحي ألو أذكر كرتان ولا إماذا وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حدثنا الأعمى سليمان عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال نبي قمت حكر يا بي صوم كائن لحيد شو بمعنى ما لي هبين لسكب حشو فذكر وحوش يا ومحيي تبيي بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة حديث زوكلي أيو أبو صالح التبية وكتب عن أبو هريرة وأها فكلفوا من الأعمال فكلفوا من الأعمال ما تطيقون حديث كده رأيت سومرتي حدثني زيد بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم ومن شيوخ أحمد القرنيسين حدثنا سليمان ابن المغيرة سليمان عن ثابت والمغيرة وسليمان كورما مغيرة ورما سليمان المغيرة عن ثابت مغير سليمان مغير القيس عن ثامن أسلم البناني عن أسلم الملك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله رسول كلا وحى صلى الله عليه وسلم يصلي كيوتو كذا في رمضان بش رمضان بتكناي أبينا بينا كمذا ورمضان بالنبي بتكناي فجئت وان إمدانيك أنا سه فقمت إلى جنب النبي قد نحسن استاقى وان قرب استاقى
وجاء رجل آخر نل بعد بايمد فقام أيضا نبي قال إن عيسى كله يستاجي حتى كنا رهطا إلى أن كوح نقوني جماعة إلى أن رحن نقوني رهطوا ووحد طبعا كير وحد طبعا كير صدحنا كبدا وحد طبعا كير صدحنا كبدا براد قال لي هذا. فلما حس النبي نبي مكو ضريمي حس النبي مكو نبي أجادي لغة فصيحة أما أكثر كأ فلما أحسوا همزة إلى الراعي أحس وهذه لغة القرآن فلما أحس عيسى منهم الكفر حس ولغة قليلة لغة قليلة وي حس معنى دوام حي عالمة وي عالمة الله جوده فلما حس النبي نبي مكو ضريمي أما هو أجادو إني دبتها جيهين أن خلفه إن أنه كذا بينه لا تكنه إنه جعله وحوجوده قال يتجوزون وقابسنا يه فسا صادوا قابني صادوا ديريني يه وفدينا يه إقراضه والنبي وسودون وديريني اللي جماعة هذا جماعة تمت ضد بدب التاجن حب الله منه وتحكي ليه إمام كنا لابد له من مراعاة حال المصلين ومسألة إجماعية وأسل دينه منك إمام كا وإنه تحقليه حق دوره لصعده كل بدد كدب التكني مركا أقول إسكا التكنيس يتقول هذا الشوكت أما مولع كو خاص كنت سادون طيال بغريا على عمران النساء يسكو قبو لحد اللي بحفظ سوق هذا يكون طالة سجودنا ساعدكم مغنو إلا أطفن قررت هذا يكون طالة لكن مرها دي لقد بتاق مسؤول باتاي مسؤول كنا وبلداتي ننكا وحلق الربائين المسلمين تدبتاقا وحبدا أطالة ديوه حتى درس كحقول المساجد مساجد مكة ضد مسلكتها درس كقيمينس لو تركوه وحبلا ما تكون قيمينس عرف البلد كذي المجال والقيمينس وحبلا ما تكون كنت حقلنيس أنا عيني باش وماها حبلا ما يبقى أنت جعلوا حقوق الصبانو يتجوزوا إنه قابسان يقررني والجوز أسأل كيس هو القطع في الصلاة هذا أصول قابني قرادي باللوجه ثم دخل نبو حقوق لي رحله قويس الرحل عند العربي والمنزل أسلك سواسدة الرحل عند العرب والمنزل واجد دبا مركي نينك السفر حتى أجب كيسي سابان كيسي ماشوا دكتور رحل السكيد هذا لكن جوري كيسي بطل جوده حتى دخل الرحلة ولا ثم دخل وحوق قال رحل وجوري كيسي وقال فصلى وحوت قال صلاة صلاة لا يصليها عند وصلنا لا تكون النبي نسحبه مركو جوري قال وحوت قال صلاة كدو أن تو أنا جن تجينا يي تاو النبي جوري كتو قال واتي وتدير وحد وأيضا ما شاء الله هو تنوى تلقط حق الله يا مسلمين تو لقابني قلنا لو حنكون رحين أصبحنا مرك واجن نوبري يا أفطنت أفطنت نبي الله مدر منود جيرات لنا أن الليل حل حال النبي الله مياه نظر ينتي إن كود بتكني فقال أن عمنا بحابوري ذاك الذي حملني على الذي صنعته ذاك مدكاس وأقاشينا أن أقادون دريمية الذي واكي حمال أقو حنباري أقو قصبي على الذي شيء صنعت أن سمي أنا صادي سوق أبي أروري كدمنا أن قرقي قاعدي تصا يوكلفت دان كرقي إيه هاي وأنا سكو ظل فأخذ النبي حقود قال يواصل فأخذ حقود قال يواصل رسول الله رسول كان حيلنا يا رمضان كي وهدي هبين سكو بحيني وذاك في آخر الشهر حلقة النبي وسالك بالله بينا رمضان دبيا قدي سبي هاي فأخذ الرجال من أصحابه واصلون نمان كمل أصحاب النبي أنا كل قد ما هي أيون وحيب بلا بين حجنا جاء فقال النبي نبي حول ما بعد الرجال يواصلون محي نمان كصوم كيا مالي هبين سكوب بحني إنكم إذنكم مسلمين لستم متهين مثل أنا وكلم متيه أما والله الله أنكو دارتي لو تماد لها دو إيتاقنا لها إيداران لها الشهر بشو أي كلب بحي أيضا أي رمضان رمان لهين لو واصلت وحن حين لها وسالا حين يدعو اي كتغا كجو المتعمقون وكو اسدبا يعني كو حل اراده استيرحيه تعمقهم استيرحنت روح استاغي استريتيا متعمق لو جيدا ورمشان توجي اما الرسول كو اكاده قات وحي الذي كنا حريستي توجي استيرحنت يترنجت يدعو المتعمقون لأجل أوقاتهم وي لما كو خيل دهراده كو مبالغه ده تعمقهم مس ادكينتود اي كتغلاهي هاوشا نبي رقم بولها وهذا من سنته سدا وانا اكسن المسلمين تو رهم كنبي كولا تليو هدي ديدان
مركا قرروا لقورين جري ولا قوريا صورها إذا بقيش والقرآن سندول لأنك طائف وكيل لقودهم الحصار لقوسهم طائف مركي مدلة دول فردي قال لنا إسديب وقدي صحابنا ماشي يكون رفاذي شهدنا أي كتمت لقود عوا عمي أوني هراب رفاد نبو حول واسكا قتقين أنا كان آخر ويتشبه ياني وأن إسلام الدوناني أنا كان حين نبي الله مايا نمان كان كده عاقمين ورئينا كان عن سكتقني ما يدين كده عاقمين نمان كاسم مال عن ننصارين وربي أوسنا كلا حكمين ريال ثقيف يعني وكل تجي من نبي الله مساسا ها وأقول نبري وأقول ميشو كبري وأرعو صلى قاضو لما موسى تكذب حرين القلي وأرعو صلى الله قاضي والله قاعد دقالك إلى الدور بلا دقال لمي نمك والد قاتشموا شو هذا بلان دعوة بلان صحابي الدالن أو الرفاثا يا بينك سورة المد لو أمكم حول بري ساكن مسكك الله من قلنا ها نبلا ونرر بيد نرر نكحه نكحه يعني نبي قدر سيد يقول أنا سيد مكو وش بس الرجية إذا بحول إذا قلي نك قدر أنت من أركي الناي ما كل الرفاثا حول نب ما نقول رزاق نبلا وديار بنا ديار إذا سيدوا كلوي وروح على وسالك تشوجية ما كاري كرتان أنا وايد كده وأنا هاي قط ضينا قل يضنا ومسألة خاصة ويه قونيع ويديدة نوعور بيشون يتاكنت وزي ريطا عفان كلا بحر يعني نبغي تعلان له معناها سلوج هذا مرك إني سن تقرير أهين أو التقريع يتنكيل تاي شافعين قرلي يحكتو ساي لو واصلت لو واصلت وسالا يدعو المتعمقون يدعو المتعمقون وكوي الرججر أي كتغان تعمق بالرججر النبي عليه الصلاة والسلام ما كتاسا كتو سيس وعي سورة انتنا حديثك كبحين إريق أها إلهي با إقودنا يو إي ورابنا يا نور بردن بأقاضي لو معنا مرك أحيك بدن ولو حيدا هذين وسيد الله بلا يهي سيد الله بلا يهي وحيدا هذين إلهي وقلنا يا أود سيد النوحوني وحبيه حبيبي كما كان سيحضر يواجب بحن سوبر سوتو سيا أنود مدينة سحورتين وعفوري وحق أود يقدر يقوى مركا وحن عني متشره وحن معبين لا بعد جن الله جك ينو كرامة يمعجزة يمد أدمي منا ما تابني أود روح وحني أو سحورتي أو عفوري بالي قلنا ياي هاي قد ضيعني واسيد الله بلانيا نمنا وحق درمي هي الكرامة لا تبطل عمل الدنيا الكرامة لا تبطل القربات والعباد بجاله نبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها تشنظ اللوكين جراشين سحور إيا أفر تاسو عونيا وسوك عونيا أسوكو تشيفا بل منام كي الرياضة كعونيا هدو محفوتو زهايا أسوكو عقن أسوكو دارك سنبو سوك عاي وهو سوى حقيقي ما أود يقوى ما هي والرشيد يا عبتان يا عنتان نبيك في هذا اللوسي يكدمنا ودريم هايو تركي سو كدريم هاي هذا طابته عكانان يدرك باك مقطع معناها سوي أو تاسي وحكوب كتب هاي أسوق بسال كي أو نبيك واسو حرتوانا وانا سو حرتوانا أفوري سو تشيد بيوسن كسو حورانيني وهذا يروح عوني سونك وسالك واكتبه كما تبين وحاله هوش وهول جن الله كان يا اخره ولا بابا كل دوام امور تاس اخرنا هولها دي شقكم لها والكرامه لا تبطل القربات والعباده هكذا ولا تكبودين حديث كان من امام وين بفن كن قضي ابن حبان لورنجري ابو حاتم البستي وحده حديثا تلماميس انا ايدكو كلامي اود بربي قال لي أما رب يقودني وأحاديث صحيحة وحين برني سو ضعيفين سابوري أحاديث الشاكتي نبي مركا قاركود قاچا درتيت يودق حروشك حرجري كل يضا باطل أبو أحاديث الشاكتي النبي قاچا درتيت حروشك ودق كل حد وباطل هل كما سي ما جرور وحي وحاجره نبي قال سو سونك وسان درت لقودني سمع الله قاچا لو قد الهياب وركي من حبامات فانتي وسال درتي صور ماندو صومي
oo nabigu isku bixinayo hadiiba la qoodin jiray oo awood la gelinay isagoo duulay oo dagaalamay oo kufaar quraash iyo carab iska dhicinaya iyo gaajo darteed dhagax xalosha ku xidhay ma yeeli karo halkaas uu saka buskixiyay marka waana ibn xibaawsha uu ku khaldamay wal ahadithu fi sahihayn aw sha ayda hadith la inkiri karana ma aha nabigu adoon weeyo bashara مرنا إلهي باس أودا قيلنا يمرنا ألا امتحانيا ولا نبلونكم وياوش بشري رغم كذا سداء مرنا كرب الله أود رب ركوسينا يا مرنا إن أدون تالو توسها يا مربط شبي مربط قولي سني والحرب سجال لكن والعاقبة للأنبياء وأتباعهم لك خالدين بين حبانو أو شاول قادة كرتم إيه مرعاسا صحة مرعاسا صحة أنا شافعية هل حديث با خطر نغو ولاد لصحابي اووريو من اصحاب رسول الله عند ابي داود كن مري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجابه عن الحجامه والمواصله ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه اصحاب سدايه نبي توبينك اي مال يهبن لسكو بخشو لخيريسون لخيريو امدا وكريبي لكن موسى كحرمن وحنا وغريبي ودنقشوا أصحاب ودنقانيي ولم يحرمهما ما هو العلو سبحان لنا أنه مرك وامحي وفهموا صحابي يكفينا وحنغفلا نص الرسول الله صريح بنغفلا لكاسا نقبس كعني وركا نغورسا لنا حديث كلا جلسوا عند أبي عند البزار والطبراني في الكبير نهانا رسول الله عن الوصال وليست بالعزيمة نهانا رسول الله أن نواصل عفوا وليست بالعزيمه ما بقى نودي ان انا اسكب حنه لكن موسى اتكينا ما امن كاس واضح في حديث كاس اما مدك ابو داود سند كسات بو حق بدن يوانا مرتين ومثل علص ولسكو هيو وكره وحاران وبنان تاي سدح مدى باجيره كي مركه دينك لا قمن حيلته ان كدغتا كرسول كه وان بدن كو دغالمي او جوجيا او امرك سلا قاطو هاوشن كلنا يحرجنتنا حرجنتنا لور ليلا وخصيصة من خصائص عليه الصلاة والسلام حدثنا عاصم نظر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث الهجيمي حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن ثابت ابن أسلم البناني عن أسلم رضي الله تعالى عنه قال رسول قال واصل رسول الله رسول كلابة حريري صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان بشر رمضان هران تدي بحري وهذا من خطأ الرواة وهذا من خطأ الرواة من آخر شهر رمضان هذا ثم رئيسين أول ما آي وصال كان النبي محفوظ كا في آخر شهر رمضان بقى بشر طبعا يا قد هذه قبل هذه بقى هيدي أول كده ما آي أول كده ضيتها والله كلا بحلا يدعو المتعمقون تعمقهم بيتقل هيدي ستة صبر الله كلا بحلا مركه وشا سوا خطأ يتصعب مع الرواة وي في أول شهر رمضان أي في آخر شهر رمضان فواصل الناس قل يا حيشون من المسلمين كمذا فبلغوا ذلك أرن كاس النبي قال فقال لو مد لنا الشهر سمارك حديثك آخر كيسي وحجديد في أول شهر رمضان بحجديد لو مد لنا الشهر بشهد أنه لو تاقي لها ويدران لها لواصلنا وانوحيين لهم وصالا حجيدين اسكو بحس يدعو أي كتغان المتعمقون كو كوعي صدر ريتيا تعمقهم استيرحين تود إنكم لستم مثلي أنا وكلمتي أو قال النبي حوري إني لستم مثلكم إنكم كلمي إني أظل وحان هانيا يطعمون ربي ربي يقودون أيوة ويسقيني ورابين أيوة يهوشة جوجي هاي قد يعني يهوشة هالك هارو حدثنا إسحاق بن راهيم وعثمان بن شيبة جميعا عن عبد بن سليمان الكلابي قال إسحاق أخبرنا عبد بن سليمان إسحاق أخبرنا بن يقان وأني قصومر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يده ناهم النبي نبي أكره بالمسلمين تي صلى الله عليه وسلم عائل ويسائنا وحريريان ويسون كسكب حشان رحمة لهم نحريس يدنقشا يقودنقانا يه حلو ماذا يجي صومك إن وسالك وكراه أما هو بناية هيبة إنت أنه يده أي شيء تويدليشنا رحمة لهم وهو تحريم ما هي وادنقش وريبلو وحن وكو بناي هاي لكن وكو دبي اسكدا انا كو دهاو وعوني كرتا لكن كو ما في عنه وكو رفادي هذا لكن اتكيستو اون اس اتكيو ساكو ودو اجر بن هلايه
الله بكر الباب رحمة لهم أنه وحن كل جواب نادان الشافعية ناي أسكو خلدنا حكم كمانات كيسو راعي كنا وحكمة النهي حكمة النهي محاكينا النبي يقول أنه مدى كرر ويسالك نحاريس ويقول نحاريسا باكينا أسكو خلدنا أن الله بكر مركا إليه وحارانو مبانانو وحان دليشان إنا دليل كان نبيغا نبيغا إنو الديدي إنا قريبي نينك وحوي سالية النبي كتل مان متعمق متنطع في دين الله متعمق في دين الله نهي صريحا نهي سنة إذا نهي قاس أيا حكم كتحريم وكحرانيا لكن محو النبي إنو قريبي مكاتل هذا أوكينا إنو نقريبا معي نحاريس ونو نحاريس ونو قريبي إذا هاسكو خلدينا نهيجي هي علة النهي وحكمة ديها ورك شابعي ورق رحصان باب قاضي قلانا ويكوث عين فقالوا وحيدين صحابة دي إنك تواصل نبي الله واضح جسائي حور فارق بين ورد حيث من منهن قال إني لست كيأتكم إذن كلمي حق أودها وإذ كدوانا هاي إني أنو يطعمني ربي ويسقيني مركه شاجوجية والله سبحانه وتعالى أعلم.